الربع الآخر، وهو موضوع اتحاد مجالس الحكماء في ليبيا الذي أصدر بيانا يرفض فيه حكومة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات. ومعنا عبر الهاتف السيد عبد الله الديباني الناطق باسم اتحاد مجالس حكماء ليبيا. مرحبا بك سيد عبد الله. مرحبتين، أهلا وسهلا بك أستاذي الكريم. سيد عبد الله، ماذا يمثل هذا البيان الذي أصدرتموه ورفضتم فيه حكومة الصخيرات؟ نحن حقيقة هذا البيان يمثل اتحاد مجالس الحكماء والشورى، وهو الذي يضم ما قرابة 50 مجلس حكماء وشورى في ليبيا، والذي تأسس في 28/11/2011 في مدينة الزاوية. وهذا البيان نحن أعطينا فيه عدة بنود، أولها كانت رسالة بأن بينا نحن أننا كليبيا دولة موحدة لها سيادة، هي عضو كسائر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي فإن منظمة الأمم المتحدة ليست وصية أو وكيلة على ليبيا تأمر وتنهى بها كما تراها هي، وليبيا قاصرة الآن، عرفت؟ الثانية اللي نحن بيناها الثاني في البند، نحن طلبنا من الرئيس بعثة الأمم المتحدة أن يحترم مهمته وأن يحترم ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن على احترام سيادة كل الدول المنضمة لهذه المنظمة. وبينا أن اتفاق الصخيرات هو اتفاق لن يأتي بحل جديد، وإنما سيستنزف مقدرات البلاد وسيستحوذ على أموال الشعب الليبي، وهي لو سواء كانت مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، والأموال المجمدة والمنهوبة وغيره، عرفت؟ وهي اللي بينا فيها أن نحن لن نرضى بهذا الاتفاق العميق ولا ما نتج عنه، والذي قيل فيه ما قال مالك في الخمر. وبالتالي فإننا نحن كاتحاد مجالس حكماء وشورى لم نعترف بهذا الاتفاق، ونعترف وندعم اتفاق أو الحوار الليبي الذي نتج عنه لجنة منبثقة من 21 عضو يشكلون المناطق الثلاثة في ليبيا. نعم، اتضحت الفكرة سيد عبد الله الديباني الناطق باسم اتحاد مجالس الحكماء في ليبيا، شكرا جزيلا لك ونعتذر لك عن ضيق الوقت.